السلام عليكم، حياكم الله في دورة التخزين الشبكي باستخدام ساينرجي، معكم عمر نجار. في هذا الفيديو سنتعرف على إحدى خدمات المزامنة، وهي بالتحديد أن نقوم بعملية المزامنة بين ساينرجي وإحدى خدمات التخزين السحابي. لأجل ذلك سنذهب إلى باكج سنتر لتثبيت البرنامج الخاص بعملية المزامنة، ونبحث عن كلاود سينك. فيظهر لدينا هنا، نضغط على زر انستول حتى يقوم بعملية تحميله وتثبيته. بعد عملية التثبيت نذهب إلى القائمة الرئيسية ونقوم بفتح هذا البرنامج Cloud Sync. فيظهر لدينا في البداية نوع الخدمة السحابية التي نمتلكها، والمقصود أننا سنقوم بمزامنة الملفات وجعلها متطابقة بين ساينولوجي وبين هذه الخدمة السحابية. ويظهر لدينا قائمة لأشهر الخدمات السحابية الحالية. نضغط على سبيل المثال على دروب بوكس، ثم نضغط التالي، فينقلنا إلى شاشة نستطيع من خلالها إدخال بياناتنا في حساب دروب بوكس. فحساب دروب بوكس يحتاج إلى الإيميل والباسورد حتى يقوم بالتحقق من امتلاكنا لهذا الحساب وإعطائه الصلاحية. ندخل الإيميل والباسورد ثم نضغط على تسجيل الدخول، ثم يظهر لدينا أن هذا البرنامج وهو ساينرجي كلاود سينك يتطلب الوصول إلى الملفات والمجلدات في حساب دروب بوكس، فنعطيه السماحية لذلك. ويظهر لدينا معلومات هذا الجهاز للتأكيد على إعطاء السماحية، نضغط على موافق، ويتم الآن الاتصال بحساب دروب بوكس. الآن نعطي اسم لهذا الاتصال، أي اسم اختياري لدينا، ثم لدينا هنا اللوكال باث أو المسار المحلي. نضغط على أيقونة المجلدات، والمقصود باللوكال باث أو المسار المحلي وهو ما هي المجلدات التي نريد أن نقوم بمزامنتها وموجودة على ساينولوجي. فاللوكال باث هو الخاص بالمجلدات الموجودة على جهاز ساينولوجي. فيمكن أن نختار مجلد معين أو نقوم بإنشاء مجلد جديد على سبيل المثال، هذا الخاص بمزامنة مع دروب بوكس، ونقوم باختيار Select. وبالنسبة لريموت باث أو المسار البعيد، المقصود فيه المسار الموجود على حسابنا في دروب بوكس، بمعنى أنه أين يوجد المجلد الذي نريد أن نقوم بالمزامنة معه. فننشئ مجلد جديد على سبيل المثال، ونضغط على OK، ثم نختار هذا المجلد. ولدينا هنا السينك دايركشن وهو نوع المزامنة. كما بينا في الفيديو السابق أنه المزامنة ممكن أن تكون بالاتجاهين، بمعنى أن أي تعديل أو حذف سيحصل في الساينولوجي سيطابق تماما ما يحصل في الدروب بوكس، وكذلك ما يحصل في دروب بوكس سيطابق ما يحصل في ساينولوجي. أو الخيار الثاني Download Remote Changes Only، بمعنى أنه أي تعديل يصبح على الخدمة السحابية وهي هنا دروب بوكس سيقوم بتحميلها فقط، ولكن أي تعديل في ساينولوجي لن يقوم برفعه إلى دروب بوكس. أو بالعكس وهو Upload Local Changes Only، بمعنى أن أي تعديل يحصل في ساينولوجي يقوم برفعه إلى دروب بوكس، وأي تعديل في دروب بوكس لن يقوم بتحميله. سنختار في الاتجاهين.
ولدينا هنا خيار طبعا بتشفير البيانات، وذلك قبل رفعها، لأن خدمة دروب بوكس عموما هي خدمة تخزين سحابية عامة. ولدينا هنا زر Schedule Setting، وهو إعدادات الجدولة، بمعنى أنه يمكن أن نقوم بالمزامنة بأوقات محددة. فإذا قمنا بتفعيل المزامنة على سبيل المثال، وقمنا نقوم مثلا بالضغط على الزر الأزرق، وهو متى نريد أن تكون المزامنة، على سبيل المثال دائما بين الساعة 4 صباحا والساعة 10 صباحا لكل الأيام الأسبوع، ونضغط على أوكي. الآن سنختار المزامنة بشكل دائم لنرى تأثير المزامنة على الملفات، ثم نضغط على التالي ويعطينا ملخص للإعدادات التي قمنا بها. نضغط على Apply، وبالتالي يتم الانتهاء من إعدادات عملية المزامنة. ويظهر لدينا في واجهة برنامج Cloud Sync عملية المزامنة وأنها تم تحديثها. فإذا ذهبنا إلى حسابنا في دروب بوكس فسنجد المجلد الذي قمنا بإنشائه، وهو دروب بوكس سينك ريموت، وفي الفايل ستيشن قمنا بإنشاء مجلد وهو دروب بوكس سينك. فنلاحظ أن هذا المجلد فارغ، وكذلك هذا المجلد هنا فارغ. فإذا قمنا بإنشاء ملف في الدروب بوكس، أي ملف بسيط على سبيل المثال ملف وورد، وقمنا بحفظ هذا الملف، ثم انتقلنا إلى Synology وذهبنا إلى هذا المجلد، فيظهر لدينا أنه يقوم بعملية تحميل لهذا الملف. فإذا قمنا بتحديث هذا المجلد فسنلاحظ أن هذا الملف موجود لدينا. فإذا قمنا بتحميله وفتحه فسنلاحظ أن هذا الملف بتعديلاته موجود لدينا، أصبح على Synology. وكذلك إذا قمنا بإنشاء ملف على مجلد Synology، على سبيل المثال قمنا بإنشاء مجلد داخلي وحفظناه على Synology، فسنلاحظ أننا إذا ذهبنا إلى حسابنا في دروب بوكس فسنجد هذا المجلد بكافة الملفات بداخله. ومفهوم المزامنة كما قلنا أن الملفات تكون والمجلدات متطابقة، فنلاحظ أن المجلد والملف متطابق في المجلد في على Synology وكذلك في دروب بوكس. فإذا قمنا بالتعديل أو الحذف في أحد المكانين فسيظهر تأثير هذا التعديل أو الحذف في المكان الآخر. فعلى سبيل المثال إذا قمنا بحذف هذا الملف في دروب بوكس، فسيذهب إلى مجلد الملفات المحذوفة، فنقوم أيضا بحذفه من المجلدات المحذوفة، بمعنى أننا نقوم بحذفه بشكل نهائي. وبعد أن يتم حذف هذا الملف، إذا ذهبنا إلى المجلد الموجود على Synology فسنلاحظ أن الملف تم حذفه. وبذلك يظهر لدينا بشكل عملي مفهوم المزامنة، وهو مطابقة المجلدات والملفات لحظيا بين مكانين مختلفين، بين Synology الموجود بأيدينا وخدمة تخزين سحابية. وسننهي هذا الفيديو بالاطلاع بشكل سريع على إعدادات برنامج Cloud Sync.
فنلاحظ هنا في النظرة العامة الـ Overview أنه up to date، بمعنى أن كل الملفات تم تحديثها. وفي التاسك ليست يظهر لدينا جميع المهمات التي قمنا بإنشائها أو عملية الربط. فنلاحظ أننا في هذا الفيديو قمنا بعملية ربط وحيدة بين المسار المحلي الموجود على ساينولوجي والمسار البعيد الموجود على حساب دروبوكس، ونستطيع تعديل الجدول أو السكيدجول الذي قمنا به في البداية من هنا بتحديد أن تتم المزامنة في أوقات محددة. في أمان الله.